في عمليات البحث والتنقيب عن الجثث المفقودة والضائعة، الكثير من القصص المخفية أحياناً والمنسية بعمد أو دون عمد أحياناً أخرى. هناك طرق متعددة للموت في ظل الحرب، فعملية القتال الدائرة جعلته بالسهولة التي يمكن فيها فقد الحياة برصاصة أو قذيفة مقصودة من ميليشيا على الأرض، أو حتى على شكل غارات جوية خاطئة. المئات من المدنيين سقطوا قتلى وجرحى تحت هذا العذر، فيما لم تتوقف الأخطاء عن معاودة الظهور حتى بعد إعلان التحالف، بعد كل خطأ فادح منها فتح تحقيق لتجنبها أو الاكتفاء أحياناً بالتنصر منها، إذ لا يحدث أن يكون الخطأ طرفاً في الحرب إلا في اليمن. ضربات التحالف الخاطئة استهدفت الأسواق، كما كان الحال في سوق لبيع المواشي في منطقة الفيوش جنوب لحج، وسوق الخميس في حجة، وسوق جوب في عمران، أو المباني السكنية حين سوت مباني المدينة السكنية بالمخافي الأرض وراح العديد من الضحايا، أو حتى تلك المصانع والمنازل في الحديدة وتعز وصنعاء وصعدة. عام كامل على ذلك اليوم الاستثنائي الخارج عن العادة والمألوف، حين كانت أولى ضربات التحالف العربي بقيادة السعودية في فجر 26 من مارس من العام الماضي، والذي كان أهدافه بالأصل لحماية المدنيين، لكنها انحرفت على ما يبدو في بعض من ضرباتها، ليكون المدنيون هم الضحايا الأبرز فيها.